الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل والوفد المرافق له. إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية، وقد امتدت هذه العلاقات لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018. كما أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي متميزة للغاية، فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للسلع بين المملكة والاتحاد الأوروبي في عام 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو، وهناك تعاون قائم بيننا في العديد من المجالات. لقائي مع معاليه اليوم هو استكمال لما تم التفاهم عليه أثناء زيارتي لبروكسل في سبتمبر 2020، والتي قمت خلالها بلقاء معالي وزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأيضاً بعد مشاركتنا مؤخراً في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يسعدنا أن أعلن اليوم عن توقيعنا لمذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، والتي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. كما أرحب بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية. قد استعرضنا خلال اللقاء الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لتحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية، وتابعنا التشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلنا وجهات النظر خاصة بما يتعلق بحل الدولتين القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب ومواجهة التطرف والجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضايا البيئة والمناخ والجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا. كما بيّنت لمعالي خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن ورفضها لمبادرات السلام واعتدائها المستمر على منشآتنا المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة الابتزاز والمساومة. كما استعرضنا التطورات الأخيرة في أفغانستان، وأكدت لمعالي دعم المملكة لجميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد بما يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي الدولي. وتبادلنا الآراء أيضا حيال ملف المفاوضات النووية والمتعثرة في فيينا بين إيران ودول 5+1، حيث أكدت موقف المملكة العربية السعودية الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقنا البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامج النووي. أخيرا أجدد الترحيب بمعاليه والوفد المرافق له، وأعطوا الكلمة لمعاليه. Good afternoon. Salam alaikum. This is my first official visit to Saudi Arabia, but it's already my fifth meeting with you, Minister. نحن هنا لنناقش الديناميكية الإيجابية في علاقاتنا، ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به. الاتفاقية التي قمنا بتوقيعها هي إثبات آخر لتقوية علاقتنا. تقوم على أسس مع العلاقة في علاقة الاتحاد الأوروبي مع المملكة العربية السعودية. الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، وبناء على هذه العلاقة الاقتصادية القوية نحن نود التقدم بعلاقة أكبر من العلاقة الاقتصادية لجعلها استراتيجية أكثر. سوف نواجه تحديات استراتيجية وعالمية مثل تغير المناخ. نحن ندعم هذه الأسس التي تكلم عنها الوزير. Human rights dialogue that we held in Brussels last Monday.
لقد وقعنا وقمنا بالحوار الإنساني الأول في بروكسل. نحن سنساهم في تقوية تفاهمنا المتبادل مع المملكة العربية السعودية، وسنقوم بالتعاون في المنطقة، وسنقوم بهذا التعاون وسنقوم بمزيد من التقدم مع شركائنا في الخليج العربي، وسنناقش الصراع القائم بين المملكة العربية السعودية واليمن. فيما يخص الاتفاق النووي الخاص بإيران، سوف نستوفي المفاوضات التي المتعثرة في فيينا، وأيضا سنناقش مسألة أفغانستان ووضع اليمن. ما يحدث في اليمن هو أزمة كبيرة وله تأثيرات على المنطقة. إن جهود المملكة العربية السعودية في محاربة وإنهاء النزاع والدفاع عن أراضيها ضد هجمات ضد المملكة، ونود ذكر تأثير الحوثي، وقد قمنا بنداءات له لوقف إطلاق النار، وقد اجتمعنا مع مبعوث الأمم المتحدة في اليمن لدعم الحل السلمي في هذا الصراع الذي يحدث في اليمن. وهذا مشاركة مع الرئيس اليمني منشور خالد، وسنناقش مسائل عالمية والتغير في المناخ، وأنا سعيد بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في مجال الطاقة، وفيما يخص الرؤية المملكة العربية السعودية 2030. I strongly believe that Saudi Arabia أنا أعتقد وأؤيد بشدة بأن المملكة العربية السعودية قادرة على القيام بتغييرات في المنطقة وفي العالم. معا يمكننا القيام بالكثير من التغييرات فيما يخص التغير المناخي. نثق بأن التزام المملكة العربية السعودية سيلهم الكثير من الدول القيادية. نحن نقوم حاليا بمناقشة الاحتمالات لمناقشة الأزمات الإقليمية. نحن نتناقش بخصوص إقامة تعاون مشترك واجتماع تعاون مشترك بيننا. نحن مستعدين لإكمال هذه المفاوضات. أعتقد بأن التعاون السعودي والعلاقة الثنائية بيننا ستفيد المنطقتين وشعبينا. أنا جدا سعيد لوجودي هنا ولهذا الاجتماع، وهو ما يعبر عن نقطة بداية وأساس قوي لعلاقتنا. السؤال الأول الأستاذ عبد الهادي حبتور. مساء الخير، عبد الهادي حبتور، صحيفة الشرق الأوسط. السؤال الأول معالي الوزير، هناك حديث عن جولة رابعة من المحادثات مع إيران، وكانت هناك جولات ثلاث، فمتى ستبدأ الجولة الرابعة؟ وفيما يخص الجولات السابقة، هل
وجدتم جدية من الجانب الإيراني أو هل لمستم جدية في هذه المشاورات التي وصفتموها بالاستكشافية؟ السؤال موجه للسيد بوريل يتعلق أيضا بالملف النووي الإيراني. دول المنطقة ودول الخليج تحديدا تطالب منذ فترة بإشراكها في مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا، بحكم أنها هي الدول المجاورة والمتأثرة بشكل مباشر من الأنشطة الإيرانية المزعزعة في المنطقة والميليشيات المنتشرة إلى جانب البرنامج الصاروخ الإيراني. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المطالب بإشراكها في هذه المفاوضات؟ شكراً جزيلاً. شكراً. بالنسبة للسؤال عن المفاوضات مع الجانب الإيراني، الجولة الرابعة تمت بالفعل، تمت في 21 سبتمبر. لا تزال هذه المحادثات في مرحلتها الاستكشافية. نأمل أن تضع أساس لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، وسوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك. Thank you. Well, I can compliment your answer, Minister, saying that يمكن القول بما أنني المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنا سأحاول جهدي لأجعل هذه المفاوضات تنجح، وأنا أتمنى بأن المفاوضات في فيينا سوف تبدأ قريباً مع وزير خارجية إيران. لقد تحدثنا بشأنها في نيويورك والإجابة كانت إيجابية، ولكن لم نتفق على وقت محدد، ولكنه عاجل بسبب كون إيران أن إيران مترددة، ولكن الدول الأخرى المشاركة خالقة، ولكننا ندعو إيران للعودة مجددا إلى المفاوضات. أنا أفهم مدى أهمية هذه المفاوضات وأهميتها للمملكة العربية السعودية، وأتفهم قلقكم لأنه شيء مهم من أجل أمنكم وأمن الشرق الأوسط وجميع الدول العالم. هناك فرق كبير بين كون إيران دولة نووية أو دولة غير نووية. حتى هذا اليوم استطعنا تفادي كون إيران دولة نووية، ولدينا قنوات دبلوماسية تحدث مع إيران. إن المفاوضات بين إيران من جهة وبين دول أعضاء معينة في أوروبا. نحن نحاول وضع الجانبين إيران من جهة وهذه الدول من جهة معا أجل هذه المفاوضات. هذه المفاوضات فيما يخص المملكة العربية السعودية ودول المنطقة هي ليست جهة مباشرة في هذه المفاوضات. سيدة رايا جلبي. نعم. Can someone translate? Just repeat from the beginning, slower and louder. Okay. Louder, especially louder. Use your voice. I will project. Yes, shout. So regarding Yemen, Your Royal Highness,
Is the US pressing the coalition to lift sea and air restrictions on Houthi areas in order to facilitate a ceasefire? And given the continued stalled negotiations, what are the conditions under which the kingdom would consider this proposition? تناقش المملكة العربية السعودية فيما يخص وقف إطلاق النار في اليمن. Thank you. So we have a very robust dialogue with the US on how to find a path towards a ceasefire. لدينا حوار مع الولايات المتحدة فيما يخص اليمن. From our perspective, ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف وهو هدف إيقاف إطلاق النار ولكن يستمر الحوثي في هجماته العسكرية وتطال هذه الهجمات المملكة العربية السعودية خصوصا على المطارات لقد قمنا باقتراح وقف اطلاق النار صنعاء ايربورت از اوبن تو اول هيومانيتيريان فلايتس اند ذا بورت الحديده مطار صنعاء مفتوح لجميع الرحلات الطيران ولا يوجد جدال حقيقي ونحن لا نمنع وقف إطلاق النار Loud and slow. هل لدى الاتحاد الأوروبي استعداد للقيام بخطوات في أفغانستان؟ The European Union announced from the beginning الاتحاد الأوروبي قام بالإعلان منذ البداية بأننا سنقوم بزيادة الدعم الإنساني في أفغانستان من 50% إلى 100% من دعمنا وقد قدمنا المساعدة الإنسانية بالفعل وهي تستمر بشكل جيد بدون أي مقاطعات لقد قمنا بتوزيع المؤونة And this help will continue. وسوف تستمر المساعدات. بالطبع هناك مشاكل أخرى في أفغانستان. ولكننا لن نقوم بتخفيض المساعدات الإنسانية في أفغانستان. ولكن طالبان تشكل صعوبة كبيرة في ذلك. ولكنه بالطبع أمر يقلقنا. First, it has to be schools. أولاً يجب أن يكون هناك مدارس ليذهب إليها الأطفال. ولكنها مشكلة أخرى فيما يخص الصحة الإنسانية. ولكننا سوف نتمسك بالدعم وسوف نتمسك باستمرارية الدعم وتقديمه. السؤال الثالث الأستاذ نواف عزيز. السلام عليكم نواف عزيز من قناة العربية. سؤالي للسيد جوزيف بوريل. تحدثتم عن أن لديكم علاقة استراتيجية قوية مع السعودية وهي شريك استراتيجي هام للاتحاد الأوروبي. إذن عندما نتحدث عن السعودية واليمن، السعودية بشكل شبه يومي تتعرض للهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. هذه السعودية التي هي شريك لكم، محادثاتكم مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل، ما هي كيف أثمرت لتقييد قدرات الحوثيين المدعومين من إيران، وكيف تعملون لجهود أكبر للحفاظ على مصادر الطاقة في السعودية مع الحكومة السعودية. شكرا. Now you spoke so loud.
they couldn't listen. Can you please the translator repeat? درجة أنني لم أستطع الاستماع إلى ما قلته. هل يمكن لأحد أن Certainly, we have been talking about it. Have been talking with the minister. هذا ما كنا نتحدث عنه مع وزير الخارجية. Into our consideration. لقد وضعنا هذا الوضع في أخذنا اعتبار بهذا الوضع ونحن على علم بصواريخ الباليستية التي تقوم اليمن بإرسالها للمملكة العربية السعودية. It's part of our approach to the problem. إنه جزء من سعينا نحو هذه المشكلة ونحن نسعى إلى وضع حل دبلوماسي ونحن نظن بأنها ليست الطريقة الصحيحة لحل هذه المشكلة ويجب أن تبدأ المفاوضات بوقف إطلاق النار وجزء من وقف إطلاق النار يجب أن يكون هناك محادثات بين المملكة العربية السعودية واليمن. هذا السلوك منافي للقانون الدولي ونحن نعمل على إيقافه وللتوصل إلى حل سياسي. السؤال الرابع السيد ستيفن كالين. The volume is too low. شكرا لكم. سؤالي سوف يكون عن أفغانستان. أظن بأنه بعد اجتماع الدوحة قد قمتم بمناقشة الأزمة الإنسانية التي حدثت في أفغانستان. بالرغم بأنك قلت بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بعدة إجراءات ولكن لا يوجد العديد منها. هل هناك مصادر معينة تقومون باتخاذها لضمان السيطرة على ما يحدث بسبب طالبان في أفغانستان؟ ولدي سؤال لمعالي سمو وزير الخارجية السعودي. لقد ألغي اجتماعكم مع مبعوث تغير المناخي الأمريكي. هل سيكون هناك إعادة جدولة لهذا الاجتماع؟ How you assess the state of the relationship and whether there's some strain in the U.S. relationship? وكيف ستناقشون العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؟ بالطبع هذا محط قلق لنا. الاستقرار الاقتصادي مهم جدا. سوف يظل الاقتصاد يعمل رغم ذلك. لنجعل هناك فرق بين الأزمة الإنسانية والاستقرار الاقتصادي هناك. ما أوضحناه بأننا سوف نقوم بدعم الشعب الأفغاني وسنحاول مساعدتهم في الأزمة الإنسانية التي تحدث في أفغانستان. بسبب كون الأزمة الإنسانية تؤثر على الشعب الأفغاني وتؤثر على الإنسان نفسه. إذا كانوا يعانون من الجوع سوف نساعدهم وهذا سوف يستمر وسوف يزيد. إنه يحدث وسوف يستمر بالحدوث. بسبب كون المساعدة الإنسانية Because the difficulties of the geography and the winter time will
prevent it from happening. It has to be done now. الاختلاف في التوقيت والموقع الجغرافي قد يمنع هذه المساعدات من الوصول أو تسهيلها. Allow me to be clear on that is the. أود أن أكون واضحا في هذا المجال. Since the beginning, we stop it. منذ البداية قد قمنا بدعم والمنظمات الدولية. Abroad, we are frozen. Logically. And نحن قد. Everybody is, I think, is aware that Afghanistan was so much dependent on external aid. Taliban. The share of their budget which were paid by international organizations or donors. هناك ميزانية دفعت من قبل المجتمع الدولي. There is a big risk of the. وهناك خطر كبير على المجال الاقتصادي هناك وقد ينهار الاقتصاد وسوف نستمر في مساعدتنا في حل الأزمة الإنسانية ونقل الشعب الأفغاني من هناك emanating from Afghanistan affecting the international community will be bigger. الأثر على المجتمع الدولي سوف يكون أكبر. Because if you want to contribute to avoid the collapse of the economy, إذا أردت أن تساهم في منع انهيار الاقتصاد، يجب عليك الدعم الحكومة. Depending on their behavior. ولكن لا يريد أحد دعم هذه الحكومة بسبب سلوكها. وسلوكهم غير مشجع في هذه الأعمال. Propose and we adopted the Foreign Affairs Council immediately after the fall of Kabul. Certainly, they are not being very much fulfilled. لم تتم المناقشات مع كابول بين المجموعة 5+1 وبين طالبان. وبين طالبان. Before the G20 meeting. ولكن أنا أحاول الدعوة إلى اجتماع ما قبل اجتماع المجموعة 20. نحن نعمل بشكل مقرب مع الولايات المتحدة فيما يخص التغير المناخي وكما ذكرت زيارة مبعوث الولايات المتحدة سوف نقوم بإعادة جدولة هذا الاجتماع ويمكنك قراءة المزيد حول ذلك شكرا للجميع Thank you everybody. شكرا لكم